هاي سيدي او بدي سي سفيان يتكلم وحده. هلا وسهلا سيدي. هلا وسهلا معنود دي دي الكريفي. مهمتك اليوم كانت انك تثبت لنا في راك شفتوا عادة سي محمد بوغلاب فيديو دار بكثرة في الويكان يظهر فيها النائب سفيان توبان. ما ثماش واحد ما بعثليش الفيديو. يرشق يرشق في عشرات الأوراق النقدية. قريبا نقول لهم الفلوس راهي خاطيتي. في واحد يما من المطاعم يما من الكباريات يما نعرفش ويظهر على كل حال انه انا من الاول حيرتك شنو معنى انا حيرتي يا مطعم يا جامع يا مطعم يا يا كليه ماي بلاصه يشقوا يا مطعم يا كباري بلاصه نتاع سهره بلاصه نتاع سهره قول على خاطر كباري ولا تظهر كانها مفسده ليه عليه بلاصه نتاع سهره بلاصه نتاع سهره ما كان سهرات وكذا فحيرتي كانت انا من الاول كنت تصور انا بيدي كي بعثوا لي الفيديو سي محمد بوغلاب في بالي قلت هكا يمكن ما نشوفوا حد في التصوير او يقولوا فلان يا اخي ظهر يعني ظاهر جدا كيف بالك ثبت لي هو يخزر للكاميرا ووع في باله على ما يظهر اللي هو قاعد يتصور وقاعد هكا يفرق في برشا فلوس رزوز رزوز هذا كيسمى رشق رشق ده. رشق ده. رشق في هذه الأجواء نتاع تايلاندا عجبته الحكاية في تايلاندا عنده من الرشق بصورك حد انت هاي يا محمد ابدا ايوه وينو اعطيه رزمة لا في شمس فما صليت وعن النبي نحب الظاهر الفلوس لنا ناقصين احنا مهمتك كانت ضياء الدين الكريفي انك تثبت لنا في الحكاية هذه ليظهر فيها النائب سفيان توبال شنو قاعد يعمل بالضبط ونعاود نقول احنا نحكيوا عليها لانه نائب شعب قاعد يفرق في العشرات من اوراق الفلوس وهذا يدخل في الحياه العامه اللي من حقنا كوسائل اعلام ان نسالوا عليه تفضل سيدي به الفيديو تنشر في الويكاند اي الويكاند هذا اللي فات رجعت وثبت فيه حسب ما شفته هو واضح زدت اتصلت بالنائب والقيادي في ليدي تونس سفيان توبال أكد لي زاد أنه الفيديو راهو صحيح أي قال أنه تصور عنده عام ونصف التالي هذاك في القاهرة في القاهرة أي الفلوس هذيك هي فلوس مصرية مصرية زاد فلوس مصرية قال أنه معناتها كي في كي تدخل الكباريه أو الريستورون هذايا من بين معناتها باش تاكل وتكونسوميه وكل شيء ثم زاد المبلغ هذاك يتحط معه في الفاتورة زاد طب فهمتيش فهمتيش كيما جاتنا عنده كيما هكاك نوعا ما كيما هكاك بعدا خرجوا ديجا بيان في يتحط الرزه فلوس في الفاتوره يتحط معناتها قداش تحب هذاك والحاجه مثلا في قيمه في قال في قيمه بين ال 50 و 60 دولار كي تتصرف في جنيهات مصريه تولي برشا فلوس انت كيفاش انت خبير مصر خبير صراحه خبير مصر هكاك هكا رزه بعد ما نتكلم مشيتش لمصر انت ما زلت احتفظ بصوتك دونك اسمعوا ساعه حكينا مع سفيان طوبيل الصباح شتي قال صباح الخير سي سفيان صباح النور اسمح لي لك سيدي اليوم حكينا في الماتينال في خصوص الموضوع الفيديو اللي دارت في الويكاند اللي فات الكل قدر شقت ذوك مصري ولا تونسي لا مصري قداش يجيو هكاك لا ذوك ما يجيوش قيمتهم 50 ولا 60 دولار هذيك شهريتك في الفيسبوك يقولوا فلوس الشعب فلوس لا ماهيش فلوس هي هذيك ماهيش فلوس ملك خاص ولا كذا هي اللي زار مصر وزار المطاعم الليليه اللي في المطعم في الليل كي تجي تقعد في الطاوله يجي يحطوا لك هما مبالغ مالية يحطوهم على الطاولة بقيمة فكتر بعد في الفاتورة أنا قلت لك القيمة تاعهم تزوج 50 ولا 60 دولار أنك الفنان يعمل تحية لتونس حتى يبدو يعرف ضيوف فما حاضرين من تونس ولا كذا يلوحوا على فلوس وديجا تشوف الفيديو فما كما يدعوا راقصة ولا فما كذا كانت بالعكس أنا أول مرة باين فيهم نسهم يلوحوا على بعضنا أنا وصديقي قاعد جنبي هو يلوح عليه هكاك ولا يلوح عليه أي إنسان تونسي مشى لمصر ومشى للمحلين ويلقى راهو الشيء هذا موجود عادي جدا في عادات وتقاليد المصارى وأن الفنان يرحب بالضيوف من أي دولة يقعوا هما بالتحية دي وهذا يعملوا به سبكتاكل ويعملوا به شو الفيديو حسب ما شفنا الفيديو بالك بالفيديو يصوروا فيك ديجا صاحبك اللي يصور فيك الفيديو هو يصور فيه واحد قاعد معنا والفيديو هذا نعرفه مصادره عنده أكثر من عام ونص وقاعد استعماله اليوم من غاية سياسية لكن المؤسف أنها تكون أطراف في وزارة الداخلية هي وراء التسريب هذايا هذايا المؤسف وهذايا اللي قاعدين نثبتوا فيه في المعطيات الصحيحة وإن شاء الله مش نعملوا ندوة صحفية نكشفوا فيه الخلفيات ما بعد نشر الفيديو نعرف التوانسة اليوم مشاهد كما ذي اتجاهها نعتذر لكل الشعب التونسي على المشاهد ذي لكن ذي هي حالة عادية في مصر استغلالها في الوقت هذا وفي الوضعية هذه هذه اللي حقها اليوم الناس تناقشوا
علاش وقع التسريب في الفترة هذه بالضبط. احنا اللي نظرنا فيه في مدينة تونس اللي نبعدوا عن حكم العائلة، لكن ظهر لي العائلة ما زالت تأثر في الدولة، واللي شفناه اليوم هذايا نحملوا فيه مسؤولية الأطراف فنكشفوها بالأسماء. دونك تأكدنا هي عندها عام ونص في مصر، وأطراف بالدولة هي اللي خرجت الفيديو هذا بثلاثة حاجات. نعم، كان موجود في هاتف نتاع مصري خذوه من عند وزارة الداخلية، وهي اللي خرجت أعطته الأطراف السياسية استعملتها في الوقت هذا. الناس قلقت ممكن البوليتيك اللي تعيشها نيدا تونس اليوم والدور اللي تلعب فيه لتوحيد عائلة النداء التاريخي، استغلوا الشيء هذايا في تشويه. أوكي. وما زالت حملات التشويه هذه ما هي شلولة. حملات التشويه بدأت مع زميل يونس الحطاب عن طريقة المنزل بتاعها، تقولها من ساكن الزملاي وقع تسويق على أساس عندها 1,600,000,000 مجوهرات. اليوم تهفوني أنا، ممكن غدوة يستهفوا زميل آخر، وهذا العيب اليوم وإحنا على باب انتخابات، استعمال هالوسائل القذرة هذه في مصالح شخصية واستعمال الدولة في تصفيق حسابات سياسية. فلوس تحط على الطاولة تبع الفاتورة، الفنان يقول تحية لتونس يجبدوها كما فازة مع تونس، يتهم وزارة الداخلية أطراف موجودة فيها، قال باش نعمل ندوة صحفي في الموضوع ذاك. البارح خرج بيان المكتب السياسي لندى تونس يقول هو فيها أربع نقاط في الدقيقة في النقطة الثانية، يقول ند البيان مع نص البيان وندد بما يتعرض له رموز الحزب وآخرهم رئيس اللجنة المركزية والممثل القانوني ورئيس كتلة حركة نداء تونس لحملة تشويه ممنهجة ودنيئة انطلقت بعد نجاح مؤتمر نداء في القطع على التوريث وحكم العائلة، مما أثار حفيظة عائلة رئيس الجمهورية وحركة النهضة بتواطئ من أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية، وسنعلم الرأي العام بكل تفاصيل والأدلة والأسماء عبر بلاغ إعلامي مفصل وندوة صحفية في الأبان، كما تقرر التوجه إلى القضاء من أجل كشف كل الأطراف المتورطة في هذه العملية. في النقطة الثالثة، نطمئن الرأي العام الندائي من مناضلين وقواعد في أن عمليات التشويه دنيئة التي تمارسها رموز الحزب لن تحط من عزائمنا، ونحن أكثر حزما وأسرع لخوض معركة قانونية ضد المجموعة الانقلابية التي يقودها نجل الرئيس حافظ قائد السبسي. وفي التصريح ديجا تهم معنت العائلة، قال معنت تهم العائلة عائلة الرئيس، واتهم وزارة الداخلية سفيان توبال على خلفية هالفيديو من عن صديقه المصري عند عام ونص. اي تهم مدير عام في وزارة الداخلية وهو كذا. هاي سي محمد شو رايك؟ والله الحكاية تحسها مجبودة من الحيط، يعني الحكاية اللي قدم يعني الرواية متاع نداء تونس ما توبال اي معناها نداء شق هذا الحمامات تحسها شوية شنو عليه، مش احنا الارهابيين ومش احنا لدعين الختان بناتنا واحنا ضد شو ما دخل هذا فيه، ما عنده حتى دخل هذا محاولة تبرير معناه متاع يدافع على روحه بكل طرق. ليه ما يجيش تمشي تسهر حياتك الخاصة اللي قلق الناس شو اللي يحب يحكم على الامور الاخلاقية واموره اللي قلق واللي قلته انت انت كشخصيه عامه سياسيه حكايه الفلوس بالضبط نجم توضح موضوع الفلوس نقترج على السطر شو ما دخل حكم العائله في هذا تعرف معناه يتهموا فيه مدير عام للمصالح المختصه هبطوا له تصويرته هبطوا صوره كمال الجيزاني مدير عام للمصالح المختصه معناه المخابرات هذا حزب في الحكم اي واش معناها سامحني هذا حزب في السلطه قال لك انا الفيديو هذيك تصورت في مصر شوف هزلنا نظار شي علاقه مدير عام مصالح المختصه بعائله الرئيس هو اللي خذاها شنو سلطه رئيس الجمهوريه وابنه على وزاره الداخليه حتى شيء انا نقول لك من تب حافظ قيد السبسي من جمش يدخل لك في بيتروا يعني يبرروا في حاجه شكون طلب منك ومازال نحب نطمنوا الراي العام الندائي شنو انه الرشق متواصل طمنوه على شنو أنا مشيت لمصر عشرات المرات مريتش أنا ما حطيتش روحي في الوضعيات هذه ما حطيتش روحي حطوا لكم فلوس في مصر خيارات هذه أنا مريتش فما أنا نحكي لك طرفة واحد من زملائنا من غير ذكر اسمه كلمته 8 متاع الليل قلت له هيك مش نمشي يعني نسهروا هو مازال راقد 8 متاع الليل وإحنا في القاهرة قال لي محمد 8 تو نص النهار هي في مصر مش تو لا سهرت بماضي ساعة التالي دونك ما تحاولش تبرر اللي عملته شو ما دخل التوريث وشو ما دخل الديمقراطيه والتوحيد وحد ورشق واشطح وعمل اللي تحب هذيك امورك لكن ما تحاولش شو ممسك في مؤسسات الدوله ايش ممسك في الداخليه هاو مازالوا ما لقاش عمل ندوه صحيح برايشكي انا الافضل كان يسمعوا كلامي الموضوع يسكروه وخليه تنسى سامحني هاك النايب اللي طلعوا له حكايه التصاور وكذا كي خدمه الماكينه سكت ولا ما سكتوش مازالش واحد يقول او في الموضوع خدموا ماكينتكم باش الموضوع يموت وينتهي الامر وتنساه افت حارتنا هي النسيان تونا نساو
أما خليه مؤسسة دولة. المعارك السياسية لا تخاض بالأسلوب هذا. واضح وصريح. تنتبعوها احنا الموضوع بما انه فيه ندوة صحفية متواصلة. يعني والله يتوقع يعطينا العنوان بتاع المحل ومن الجاية بتاع مصر بالضبط. مبرمجين عاد في كوب دافريك نمشيو نمشيو مع بعض مع بعضنا. اوكي اخوان من الادريسه هي عندي ونمشي مع بعض. الادريسه باش نثبتوا برا معناها راه في البيت. لا حبيبي نتحراو المشكلة ما ثماش رقاصة. شكرا ضيق.